التشافي من العلاقات الصادمة يحتاج وقت محدد ويعتمد على إدراك الشخص ووعيه والأدوات التي يستخدمها للتشافي. هل ممكن الشخص يتشافى؟ يتشافى؟ شوفي، إذا في شخص جاهز ممكن يتشافى في ظرف 3 أيام إذا هو اختار الأداة المناسبة. يعني شخص عنده صدمة، راح اعتزل، استخدم العزلة والصمت ومعها تمارين معينة، ممكن خلال 3 أيام تغير واقعه. لكن احنا نقول بشكل عام ومعتدل، والناس يعني عايشة حياتها، ما راح تقطع حياتها عشان تضبط الصدمة هذه. 21 يوم كافية لأنه الشخص يتجاوز الصدمة. طب ليش الناس يعلقون في صدمات العلاقات؟ يعني شخص أو مثلا امرأة مطلقة صار لها 5 سنوات ما زالت عالقة في الموضوع، رجل مثلا حب واحدة وهي يعني طنشت وسحبت عليه ما زال عالق من 5 أشهر ولا من 7 أشهر، مثلا بنت تقول والله أنا، مثل صديقتنا اللي من كم يوم تقول والله أنا اكتشفت أن أمي عندها ميول مثلية وانصدمت وخربت العلاقة وما أعرف شو صار. يمكن استمرت كم شهر وهي في حالة صدمة من هذه العلاقة. ليش الناس يطولونها مع أنه خلال 21 يوم ممكن إحنا ننظف ونعدل؟ أنا أقول لك ليش وقلتها لكم وأبغى أعيدها لكم. الحكم على شخوص القصة، على الألم، على الناس المؤلمين، نحن نتأخر. ودائما نقول لا، يمكن يتغير، يمكن يتعدل، يمكن يصير أحسن، فهذا اللي يخلينا نتأخر. وإن إحنا ما نعطي الحكم، ما نقول للخاين خاين خاين، انتهى الموضوع، خاين وش أسوي؟ يمكن أسامح، يمكن أعدل الموضوع، لكن الخائن خائن. لابد تسمي الأشياء بمسمياتها. النصاب نصاب، السراق سراق، المخادع مخادع، القليل أدب قليل أدب. شخص يسألك سؤال شخصي قليل أدب، لازم تسميه كذا، فلان قليل أدب، قليل أدب لأن سأل هذا السؤال، عشان أنت تستيقظ، عشان أنت تنتبه. لما أنت تظل تحط خانة الشخص القليل أدب السراق الخاين في قالب المحبوب، متى تستيقظ؟ إيش هالتخدير؟ هذا قمة التخدير عند البشر، أنهم يقومون بأعمال غريبة جوا مخهم، يحطون الشخص اللي أذاهم، اللي فرض عليهم كلكيعة، فرض عليهم خوف وفرض عليهم غضب وفرض عليهم ألم، اللي وداهم في 60 داهية، اللي سرقهم، اللي خانهم، اللي بهذل فيهم، اللي خرب حياتهم، اللي اختار لهم اختيارات غلط، اللي كل هذول الناس التعبانين. للأسف إنه الناس تصنفهم إنهم هذولا حبايبي، هذولا عائلتي، هذولا أنا أحبه وأحبها، هذه صديقتي، هذا، فتستمر الصدمة، تستمر العلاقة. إذا ما كان فيها صدمة تروح الصدمة، إذا كانت العلاقة أوكي أو يعني مشي حالك تروح الصدمة في النهاية، لأنك ما حكمت، لأنك ما قلت إنه هذا النصاب نصاب، خلاص نقطة انتهى، نصاب، ما عنده تصنيف غير إنه نصاب، هو نصاب، لازم عقلك يفهم هذه المعلومة، هو قليل أدب، لازم عقلك يفهم هذه المعلومة، لازم تصنفه جوا عقلك عشان تتسق كل الأجساد مع بعض، عشان يكون تفكيرك نفس سلوكك، نفس شعورك، نفس طاقتك، نفس ردة فعلك. أما لما تصير تفكر هذا صديقي يمكن يكون نصاب بس ماني متأكد، هذا شريك بس هو خاين، بس هو يحبني، بس هو، وتلصق الأشياء على بعض، تصير مجموعة إنسان، تصير مبهذل حالتك حالة، مجموعة إنسان تفكر بشيء وتعتقد شيء وشعورك شيء، وبالتالي أنت لابد أنك أنت تتحمل، لأنه في صدمة جايتك، لأنك قبلت بخطأ ورا خطأ ورا خطأ، ولا صنفت هذا الإنسان، بتالي في النهاية راح تجيك صدمة تخليك تستيقظ. ما نبغى صراحة نوصل هالمرحلة، بس هذا اللي يصير عادة. دارين حبيبتي تقول في جميع علاقاتي أضع احتمال 2% ممكن أنصدم بهذا الشخص لأخفف الصدمة في حال حصلت، بس أقول أنا ما أثق بأحد يزعل مني، أنا غلط. شوفي، أبغى أقول لك شيء، هو ما في أحد موثوق، مو لأنه ما في ناس ثقة، أوكي، خلينا نركز على هالأشياء. وتكلمت عن هذا الموضوع يمكن في
الحياة السرية للبشر. الحياة السرية للبشر تكلمنا عن هذا الموضوع كثير، انه مو انه ما في ناس موثوقين طوال الوقت، في ناس موثوقين، في ناس جيدين، في ناس وفي ناس في النور وفي ناس في الظلام طوال الوقت في كل الأشكال والألوان. لكن وين النقطة اللي لازم تتذكرها؟ إنه الناس تتغير يا جماعة، لا تنسى الناس تتغير. اللي كان أمس يعني رائع وممتاز صارت له صدمة، تغير، صار طول الوقت شكاي بكاي حالته حالة، ما أبغى ألومه بس عنده صدمة، عنده وضع مزري يعني، فيتغير. كنت أنت معتمد عليه، كنت أنت حاط ظهرك عليه، تعتقد أنه هو بيساعدك، ما قدر يساعدك، ظروفه أمام ظروفه خانته. شخص كان يعاملك بطريقة جيدة، يحترمك، يقدرك، فجأة تغير، كان على أساس أنه شخص موثوق، لكن جاء له كلام من الناس وكذا وصدق الكلام واقتنع فيه. فبالتالي لا تنسى أنه حتى أنت تتغير، حتى أنت مرات تكون أنت تشوف هذا الشخص جيد وكذا، بعدين تتغير عليه، تقرر أنك أنت عندك ملاحظات على هذا الشخص، تقرر أنك تتغير، من حقك أنك تتغير. لاحظ أنه هالشخص ما أدري سوى حركة ماني متأكد، سوى هذا الشيء، سوى أوكي أنا لازم أنسحب شوي، لازم أحط مساحة شوية، فتقرر أنه أنا أبغى أتغير مع هذا الشخص. بالتالي أنا أسمح لنفسي أني أتغير لما أشوف شيء غير مناسب في العلاقة، وأسمح للآخرين أنهم يتغيرون. لك مو شرط أنهم مش موثوقين، لكن الناس تتغير طوال الوقت، ووجهة نظرهم تتغير، شعورهم يتغير. صديقتي تقول في طفولتي كان أبوي يتحرش بالنساء أمامي، لما كنا نروح لحالنا وكنت متفشلة أسوي نفسي مو بنته، ومرة قلت له بابا عيب، صارخ علي وقال عادي الواحد يكون عنده علاقات. كيف أنظف الموضوع وهل هو صدمة أم لا؟ ما أعرف عن عمرك، إذا كان عمر مبكر أنك أنت تشوفين مثل هذا المنظر قد تكون صدمة، لكن إذا كنت في عمر كبير قد ما تكون صدمة. نقطة مهمة، موضوع أنك أنت متفشلة من الموضوع، أوكي لا تسمحين لأحد أيا كان، أبوك، أمك، جدك، زوجك، زوجتك، خالك، خالت، أي أحد، أنك أنت تتفشلين بالنيابة عنه. أنت مو مسؤوليتك تتفشلين بالنيابة عن أحد، هو اللي مفروض يتفشل، هو مو متفشل خلاص، هو لازم أحد يشيل الفشلة، هو مو متفشل كيف خلاص، ليش أنا اللي يشيل الفشلة؟ ليش أنا إذا أحد يعني، في ناس ترى على فكرة عندهم هذا الإحساس، إذا طلع أحد مشهور في السوشيال ميديا وسوى شيء يفشل يتفشلون بالنيابة عنهم. أقرأ مرات حتى تعليق يقول والله أنا تفشلت، هو ما تفشل. طيب يا أخي ليش تفشل؟ مالك دخل، لا تتفشل في الموضوع، لا تشيل فشلة أحد، لا تتفشل، ولا تسمح لأحد إن هو يعني يورطك في هذا الشعور. ذلك أبوك مالك دخل فيه، سوي اللي يسوي. على فكرة ترى هو يعني بيقف أمام الله لوحده وبيحاسب لوحده، وفي القانون هو يحاسب لوحده. وإذا في شخص يعني قال لك إيه أبوك اللي يعني يسوي علاقات، يعني إذا في شخص قال لك هذا كلام مو صاحي، هذا مو صاحي، هذا لازم تسوي له يعني كذا ديليت من حياتك، هذا شخص مو طبيعي اللي يقول هالكلام. لذلك أنت مالك دخل في أبوك عشان تتفشلين منه، فشايلة على نفسه، كل واحد في شيلته تلحقه كذا على كتفه، في شيلته على كتفه، ما حد يتفشل بالنيابة عن أحد. فإذا تشعرين أنك أنت ما زلتي متفشلة من أبوك، من أمك، من صديقاتك، من أصدقائك، نظفي العار. عندنا الثقة بالنفس على الموقع، تقدرين تمارين وتطبيقات تساعدك على أنك أنت تنظفين شعور العار. الصدمة زي ما قلت لك العمر يحكمها والنضج الجنسي يحكمها. صديقتي تقول من دخلت الوعي صرت أخذ أكشن وأرد على دروس العلاقات، وبعدها خسرت كل علاقاتي وهذبتني الوحدة، ما استطعت أكون أي علاقة رائعة بعدها للأسف. أضوى حبيبتي خليني أبغى أشرح لك، إحنا ما نستطيع أننا نوصل للتسامح إلا لما تخلص القرقع اللي في قلوبنا، أوكي؟ إحنا ما نستطيع أن نوصل لإحترام ذواتنا إلا لما ندافع عن أنفسنا. إحنا ما نستطيع أن نوصل لاستحقاقنا إلا لما نرجع حقوقنا المفقودة. لذلك لما يكون الجميع داعس عليك، الكل داعس عليك،
قد تحتاج انك انت تحارب الكل هذول اللي داعسين عليك. هل ستفقدهم؟ من المحتمل انك تفقدهم. اذا انت خايف انك تفقدهم، اقعد مكانك وخلهم يكملون الدعس. اوكي، اذا انت خايف انك تفقدهم خلهم يكملون الدعس ونقابلك في صدمة من الصدمات. لكن لما يكون العالم كلهم داعسين عليك وانت ضعيف وحقوقك ضايعة، تشعر بالعار، تشعر بالخوف، متلخبط، يائس، لما تقف وتنهض لنفسك، في ناس كثير بتنسحب، في ناس كثير بتزعل، في ناس تقول ليش، في ناس تقول لك اسكت ولا كلمة. لا، ففي ناس بتزعل، فانت بترجع الريموت كنترول، تبغى مرة ثانية تسترجع الريموت كنترول المفقود. ها، الريموت كنترول اللي انسرق منك تبغى ترجعه مرة ثانية. عشان ترجعه قد تفقد كثير من الناس حولك. لما تفقدهم وتمسك الريموت كنترول وتستقر وتطمئن انه الريموت كنترول معك، ويؤمنون انه هذا من حقك وانه الريموت كنترول حقك ما هو حق احد، وانك انت ما اخذت ريموت كنترول احد، هذا حقك، ما سرقت ريموت كنترول احد. في هذه اللحظة يحتاجون وقت لما هم يشوفون الحقيقة كما هي، او يظهر اشخاص جدد في حياتك وفقا للطاقة الجديدة المتزنة ويدخلون على الحياة ويحترمونك. يحترمونك. هل التقبل دليل على الشفاء من الصدمة؟ أبغى أقول إنه التسامح مع شخوص الألم اللي مروا في حياتك يدل على إنك أنت عديت الصدمة، لكن لا يعني إن أنا بروح التسامح وأنا لسه ما نظفت، لابد إني أنا أنظف وأصل هذه المرحلة.